السلام عليكم أحبائي، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون زينين وبخير وصحة وعافية. وياكم حاتم محمد من قناة الشايب. اليوم سويت لكم هذا الفيديو على مود أعلمكم شلون تسوون قناة على التليجرام بعد التحديث الأخير للتليجرام. طبعا هو في 2021 حدثوا، فأكو البعض يعني ما يعرفون شلون يسوون قناة على التليجرام. والمعلومة قناة التليجرام ترى بها أرباح، بس للاستخدام الصحيح اذا كان يعني المحتوى مالتك يعني هادف وحققت اكثر من 1000 مشترك. بعدين اشرح لكم اياها هاي شلون تسوق بيها بالعموله وتربح بيها. اوكي، اللي ارجو منكم دعمونا باشتراك ولايك بالقناه باليوتيوب، وراح اخلي لكم رابط قناه مال التليجرام راح انشر بيها، راح اسويها قدامكم وراح انشر بيها يوميات وأسئلة وثقافة عامة وهواي أشياء منوعات يعني انشر بيها. أوكي، هس راح أسوي القناة قدامكم، اتبعوا الخطوات واحدة واحدة. نخرج نصفر هذا التليجرام، دخلنا على التليجرام هيج. قبل الشانة تضغط منا وأكو هنا إنشاء قناة، هنا شوفوا هنا تجي عندك إنشاء قناة أو قناة جديدة. هس بس أكو مجموعة جديدة يعني نسوي جروب، شالوها منا بالتحديث. وين تلقاها؟ تروح على هذا القلم، شوف هذا القلم تضغط عليه هيك، هنا نقلوها هاي قناة جديدة، تكبس عليها. تريد تسمي قناتك تكتب اسم القناة هنا. أنا شو راح أسمي قناتي؟ راح أسميها يوميات حاتم. أوكي زين، وصف بتوصف قناتك شو تخلي من وصف أنت ببالك؟ خلي الوصف مالتها هنا. مثلا أنا أقول أكتب قناة هادفة لنشر المعلومات العامة، مثلا قناة هادفة لنشر المعلومات العامة. اوكي، تريد تخلي صورة تكبس هنا على هذه وتخلي صورة. طبعا راح ادخل على الاستوديو واخلي صورة وارجع لكم. اوكي، طبعا وبعد ما خليت صوره ورجعت لكم شوفوني شلون طلعت تخبل بالصوره. هيا با، طبعا هاي القناه راح تفيدكم، انا مو يعني احفزكم على متشتركون بيها، لا بالعكس راح انشر بيها هواي معلومات عامه، اسئله، حتى اوزع بيها جوائز. بس مو هسه لما تكثر مشتركين هي وتقولون هاي ليش موزع الجوائز. ها احبائي، معلومات تكنولوجية هنا انشرها بيها، هواي اشياء راح تفيدكم. خليت الصوره وخليت الوصف وخليت اسم القناه، انه شو تخلي تكبس على الصح. هنا تخليه على القناة العامة، مو تخليه قناة خاصة. هنا الرابط، هنا تكتب رابط خاص بيك بهاي قناتك، ومن خلاله تنشر هذا الرابط اللي هو هسه راح انشر لكم بصندوق الوصف. راح تلقوني وتدخلون عليه. هذا الرابط تروج من خلال قناتك، من تنشر هذا الرابط وتدخل عليه تكبس عليه المجتمع، يكبس عليه او تكبس عليه الناس، راح يدخلون لقناتك يسوون انضمام يشتركون عندك بقناتك. اوكي زين، هسه هنا الرابط ايش اقول؟ احنا سميناه يوميات حاتم. انا راح اكتب داي نخلي هاي وين السلاشي صغيره دايز يعني يوميات هذا الرابط محجوز واحد ها متهسه متاح. اوكي زين، هسه الان تكبس عليه الصح مره ثانيه وتعطي تخط من المشتركين، وهاي مبروك عليك صار عندك قناه منا تنشر بيه. هذا وين جاني يوميات حاتم؟ هذا شوفوها ها منا. منين طلع الرابط مالتك؟ تريد تروج قناتك، منين طلع الرابط؟ تكبس هنا على صورتك، شوف الصوره شيء جمال هذا زين. هذا شوفه، هذا رابط الدعوة نسخة ها حبيبي، وتاخذ منية نسخة تدخل على المشتركين الدعوة عبر رابط خاص. هذا الرابط مالتك شوفه، هذا الرابط تسوي لك مثل منها نسخ هيجي، تم نسخ الرابط وتاخذه تروج بإلمن القناتك بالتليجرام. اوكي، اتمنى تكون استفدتوا من هذا الفيديو، وش تحبون نسوي لكم فيديو جاي كتبونا بتعليقات هذا الفيديو، وانا راح اكون بخدمتكم
واشتركوا بقناة التليجرام واشتركوا بقناة اليوتيوب، وغصبا عليكم. أوكي، يلا باي باي.